اهلا بكم. حقيقة السينما المصرية بوظت دماغ الناس ونظرتهم تجاه طب الاسنان بلا شك، ولغاية دلوقتي ما صححتش ذلك. احنا اللي بنحاول نصحح. محدش يعني هينسى ابدا الدور التاريخي للفنان الجميل حسن مصطفى، هو طبعا الرائعة شادية والرائع الله يرحمه رشدي أباظة، كان في الفيلم لما كان بيخلع بيروح هو عشان الممرضة الجميلة اللي هي شادية يعني، ويخلع سنان، وكان مشهور قوي يقول لك يا أوحي يا أوحي، لأنه خلاص خلع السنان فيا أوحي يا أوحي، لأن السنان راحت. زراعة الأسنان كانت زمان فكرة صعبة يعني، من أنا أكون وأنا طبعا طب بشري راجل ما أعرفش حاجة عن السنان، دي كلية طب تانية خالص. كل اللي أعرفه عنها أنهم كانوا أحسن سندوتشات كانت عندهم وأشيك ناس. إحنا كنا نروح طب الأسنان عشان ناكل سندوتشات ونتفرج على الناس اللي شكلها مش تعبان، إحنا كنا بنبقى شنين في المشنين في المشرحة. فأنا عشان أصحح وأعدل فكرتي عن زراعة الأسنان كان لازم وقت طويل من الاستماع إلى التكنولوجي، بس السنة دي تحديدا والفترة الأخيرة بتتفهم إن الموضوع فعلا بقى متقدم للغاية. تعالوا مع بعض نسبح في هذا الموضوع اللي كنت لما اشوفه على يافطه زمان اقول دكتور متخصص في وسط 100 دكتور اسنان نلاقي واحد مكتوب عنده كده انه متخصص زراعه الاسنان، كان متهيألي ان دي حاجه صعبه وحاجه فعلا راقيه، فعلا راقيه جدا وفعلا صعبه، لكن مع التكنولوجي ومع المهاره والاحترافيه العاليه اصبحت في متناول وسهله جدا جدا بالنسبه للعيان. تعالوا نرحب بضيفي العزيز، قيمه علميه كبيره اضافت كثير للدكتور ونقلته زي ما انا قلت دايما للقرن الثاني والعشرين، هو طبعا الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، المدرس بكليه طب الاسنان جامعه عين شمس، والدكتوراه في علاج الجذور جامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان بالولايات المتحده الامريكيه، وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي بالمالي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك دكتور ايمن، الله يخليك. انا عايز ابدا الاول على الزراعه، يعني ايه تعريف علمي ديفينيشن بالكتاب لعمليه زراعه الاسنان؟ هي الفكره ببساطه ان انا بنوصل لمرحلة معينة ان الضرس يبقى مش واصل، ما ينفعش فيه العلاج خلاص، اصبح الجدر ده تحت مستوى العظم، فما ينفعش فيه ان انا او الجزء اللي تحت العظم اقل من الجزء اللي فوق، فميكانيكالي وبيولوجيكالي يعني ميكانيكيا ان انا احمل عليه حاجة، وفي الجسم الجزء البيولوجي بتاع الجسم لو حملته هيبقى مش مظبوط ومش هيقعد فترة طويلة، فبالتالي بنبتدي نلجأ لحل تاني اللي هو ايه، ان انا الجدر ده اشيله، او لو هو المريض اوريدي يكون شايله يعني سواء موجود جدر او مش موجود السنه مفقوده خالص، بنبتدي ان احنا نحط حاجه زي تيتانيوم اكنه جدر تاني، يعني نفس حجم الجدر حاجه صغيره خالص، تيتانيوم جوه العظم. كانت المشكله زمان عندنا ان انا مش شايف اللي تحت اللثه، يعني ممكن اللثه دي يبقى التخانه بتاعتها 2 مللي، ممكن تبقى اللثه دي التخانه بتاعتها 5 مللي، فاللي انا شايفه من بره ده ممكن زي مثلا كانك بتفتح بطيخه، فانت مش عارف اللي جوه هتلاقيه ايه، تفتح مره تلاقي العظم تخين جدا وكويس وتقدر تزرع فيه، ومره تانية تفتح تلاقي ان مفيش عظم. فما كناش نقدر عمياني كده من خلال اللثه ان احنا نحط الزرعه، ما ينفعش، لازم افتح مشرط وافتح وارفع، ده كان من زمان، واعمل وخيط. ابتدينا دلوقتي يبقى عندنا حاجه اسمها الاشعه ثلاثيه الابعاد، ان انا اقدر اصور الاشعه بشكل ثلاثي الابعاد، اشوف العظم اللي تحت اللثه ده كاني فتحت. فابتدينا انا عايز احط الجدر ده، خلاص ما انا عارف العظم شكله عامل ازاي، ابتدي اعمل الخطه العلاجيه بتاعتي على الاشعه اللي هي على الكمبيوتر، اكني حطيت الزرع على الكمبيوتر واكني حطيت عليها الطربوش على الكمبيوتر وريستورد للعيان الفانكشن والاوكلوجن بتاعه. يبتدي بعد كده ان انا يجي مرحله العيان يجي لي، ابتدي ان انا احط الزرعه دي من خلال اللثه بقى، اقوم جايب الميكروسكوب وهو التخانه بتاعت الزرعه دي مثلا ما اقصى حاجه نص سنتي، النص سنتي هي النص سنتي ده اللي بيتفتح، دايره صغيره جدا تتفتح على قد الجدر ومن خلالها هتحط الجدر، فالجدر يقوم سادد زي السداده الايه المنطقه اللي احنا فتحناها، يبقى انا كده ما عملتش حاجه خالص، لا في الم ولا في جراحه ولا في اي حاجه. ولو الزرعه دي ماسكه في العظم كويس بنقيسها بجهاز معين كده، بنبتدي نحط عليها طربوش في ساعتها، يبقى المريض يخش من غير سنه يطلع بسنه كامله. وعاده ده ربنا يعني من رحمه ربنا ان ده عاده بينفع اكتر في المنطقه الاماميه،
فبنبقى العيان لو ما عندوش سنه في المنطقه الاماميه بيقدر ان هو يخرج بسنه في نفس الجلسه. والحمل برضو في المنطقه الاماميه اقل. في المنطقه الخلفيه لو الحمل تقيل او العظم مش كويس فبنبتدي نحط خلاص عملنا المنطقه الزرعه دي، يبتدي المريض يروح يجي لي يكون العظم مسك مده 3 شهور يمسك بقى في يجي ان هو تيتانيوم، والتيتانيوم ده بيتعامل مع الجسم كانه جدر. يبتدي العظم يلم على التيتانيوم ده ويمسك فيه يبقى هو لايك روك او زي الصخره هو والعظم حته واحده. عظيم. ابتدي اركب جزء تاني كده، هما جزئين بيركبوا في بعض زي عاشق ومعشوق كده بيركبوا في بعض ويتحط عليه الطربوش. بعد 3 شهور او في ساعتها على حسب زي ما اتفقنا حاله العظم وعلى حسب ودرجه التحميل، ونقدر ان احنا في خلال نفس الجلسه بالكمبيوتر نعمل له عليها طربوش ويبقى المريض يخرج في نفس الجلسه الموضوع منتهي. فطبعا زي ما احنا اتفقنا زي ما احنا ماشيين كده اشعه ثلاثيه ابعاد، فتحنا فتحه بالمايكروسكوب عملنا جراحه او من غير جراحه عملنا الزرعه دي، بعد كده حطينا الطربوش بالكمبيوتر سيكونس من التكنولوجي مع الاكسبيرينس ممكن هنشوفه مع بعض. عظيم جدا. طيب احنا النهارده عندنا الحاله بتاعت استاذه هدير. هدير كانت عندها مشكلتين، المشكله الاولى كانت تسوس وعصب اكسبوز متعرض خلاص وعالجناه، ده كان الحاله اللي في الحاله اللي فاتت. الحاله المشكله الثانيه كانت مشكله خاصه بالزراعه. بالظبط. كان ما كانش عندها سنه، السنه مش موجوده اصلا. هي طبعا معنى ان السنه مش موجوده انها دمرتها خالص، يا اما اتخلعت يا اما كونجنتلي ميسنج او مش موجوده وراثيا، ممكن تبقى حد مثلا ما طلعتلوش السنه، ممكن تبقى السنه اللبنيه لسه موجوده، يعني في حالات كتير بنحتاج ان احنا نعوض ريستور السنه بسرعه. عظيم جدا. تعالوا نشوف مع بعض هدير وقصتها، وفي الجزء الثاني بقى دي القصه الثانيه. نشوف مع بعض. جلستي محروم وانا جبانه جدا موضوع الحقن والحاجات دي، فقالوا لي كنت عايزه ارجع اركبه تاني لاني انا ما بعرفش اخد راحتي في الكلام في الضحك في كده يعني. فقالوا لي ان في مشكله كبيره قوي ان انت لازم عشان تركبيه تاني لازم جراحه ومشرط وغرز يعني غرز هتتفك وحاجات كده. فلقيت الموضوع هيبقى داخل ازاي عمليه، الموضوع صعب قوي قوي يعني، فانا بقلق جدا، فقلت لا انا مش هقدر اللي انا اعمله يعني. هدير قالوا لها، دايما هدير بتقول قالوا لي. يا هدير مين اللي قالوا لك؟ لا انت الخبرات دي بتيجي منين؟ من يعني هو بيروح يسال، وزي ما احنا اتفقنا كده ان احنا المريض هو اللي بيزق الدكتور على التكنولوجيا. يعني انا النهارده ناس كتيره جدا الموتيف بتاعهم في التكنولوجي بيبقى المريض، وده امر طبيعي. انا النهارده احنا يعني بره في اوروبا وامريكا والكلام ده كله بيجبروا الدكتور ان هو عشان يجدد اللايسنس بتاعته ان هو يعمل ويعمل ويعمل ويعمل، كان احنا عندنا الموضوع ده مش موجود في مصر، ولكن احنا بنقول للناس لا انت درايف يور دكتور، ان هو لا انا عايز انا عارف ان في التكنولوجيا المعينه دي، عارف ان في حاجه اسمها شاشه على سيره الابعاد ممكن اعمل من غير جراحه، عارف ان في مايكروسكوب ممكن ان انا افتح من غير جراحه افتح فتحه صغيره، عارف ان في حشو بالكمبيوتر وتركيبات بالكمبيوتر ممكن اخلص الزرعه او التركيبه بتاعتي او الحشوه بتاعتي في نفس الجلسه. فده ذيس ان اكسبيرينس احنا بنقدر ان احنا نكسبوز من البرنامج هنا بحيث ان احنا المريض يدرايف هيز دكتور. فهي النهارده لما بتقول قالوا لي هي ما تعرفش، فهو لما ما تعرفش فخلاص هي احجمت عن الموضوع ومش عايزه تعمله علشان خاطر عرفت ان في جراحه. وناس كتيره جدا بتخاف من موضوع الزراعه ده عشان خاطر يقول لك لا هي جراحه وهعمل وغرز وهورب والكلام ده كله. ناس كتيره جدا فعلا بتخاف من الموضوع لان هو بيبقى مصاحبه جراحه علشان خاطر الدكتور ما بيعملش الاشعه ثلاثيه الابعاد، عشان الدكتور ما عندوش مايكروسكوب، علشان خاطر حاجات كتير. طبعا احيانا كتيره جدا عشان خاطر بس ما يبقاش، احيانا كتيره بيبقى في مثلا عظم مش موجود، في مشكله داخل العظم، في الحاله دي الدكتور في الحاله دي لازم هيفتح. انما في يعني مور ذان 80% اوف ذا كيسز جوز وذاوت سيرجري بتمشي من غير جراحه وبتمشي الموضوع حتى لو زرعات كتير. يعني احنا دلوقتي بدينا نقدر نعمل هي الستاند دي او نعمل بلاننج على الاشعه ثلاثيه الابعاد بحيث ان احنا نقدر نعمل اتجاه كذا 3 4 زرعات 5 زرعات 10 زرعات هعملهم، ممكن اعملهم برضه من غير جراحه من غير ما احتاج ان انا افتح خالص طالما ان انا شايف الحاله. انا اكني يعني بقول يعني حضرتك لما تشوف كده الديزاين انت بتعمل الديزاين جوه الكمبيوتر بتاع الزرع، فانت ما بتتفاجئش. يعني اسوء حاجه في الجراحات او اسوء حاجه في شغل اي دكتور جراح المفاجآت مع الجراحه. لكن طالما هنرسم خطه مفيش مفاجآت. مفيش مفاجآت. طب تيجي نشوف الخطه، انا بحب قوي لقطه الخطه برضو.
بيعجبني في الخطه ان انت بتتكلم من الشاشه. كانك بتكلم السنه بالظبط. النهارده حاله هدير عندها سنه مش موجوده في المنطقه الاماميه. الحقيقه هي لما كانت بتضحك كان بيبان في فراغ موجود مكان السنه اللي مش موجوده، وكانت خايفه من الجراحه انها تعمل زراعه وانها تفتح جراحه والكلام ده كله. فاحنا اللي هنعمله ان انا عندي في الفراغ الموجود عندها هنفتح فتحه صغيره جدا باستخدام الميكروسكوب من غير جراحه من غير مشط خالص، لا تتعدى قطرها النص ملي. نبتدي ان احنا من خلالها نحط الزرعه من غير نزيف من غير مشرط من غير غرز، والزرعه نفسها بتقفل المكان اللي احنا فتحناه الفتحه الصغيره دي فما بقاش فيه نزيف خالص. الحقيقه ان احنا ده ما كانش ممكن من غير ما نبقى عارفين ابعاد العظم واتجاه الزرعه بتتحط ازاي، فده بنعمله باستخدام الاشعه الثلاثيه الابعاد. مكنتنا من ان احنا وفرت علينا وفرت على المريض كتير جدا. بقينا ان احنا نقدر نشوف الجمجمه والعظم والفك والجذور بتاعه الاسنان المستخبيه تحت اللثه كانها في ايدي كانها قدامي من غير ما لا افتح جراحه ولا ارفع لثه ولا اعمل اي حاجه، مجرد ان هي مكنه بتصور لي وبتلف حوالين المريض وهو واقف يبتدي تطلع لي الصوره بالمنظر ده او الموديل بالمنظر ده بشكل ثلاثي الابعاد. اعرف اقدر اعرف حجم العظم وكثافته واتجاهه وهحط الزرع ازاي من غير ما اقرب للمريض خالص، وده اللي بيمكنني من ساعتها ان انا ابقى عارف من فتحه صغيره احط الزرعه بشكل دقيق جدا بنسبه نجاح 100% ان شاء الله. بعد ما هنحط الزرعه هنبتدي ان احنا يبقى عندنا اختبار للعظم عشان نشوف هل الزرعه دي هتقدر ان هي تستحمل ان نحط عليها طربوش في ساعتها ولا لا. لو ما كانش يبقى بنستنى 3 شهور، وبعد 3 شهور بيبقى بنركب جزء فوق الزرعه، الجزء ده بيتحط عليه بعد كده الطربوش. معانا دكتور محمد هو خاص متخصص في تركيبات الاسنان بالكمبيوتر، هيكلمنا عن مواصفات الطربوش اللي احنا محتاجينه. حالة هدير موجودة عندنا فيها لونين مختلفين في السنة، الجزء السفلي عندنا أغمق شوية من الجزء العلوي، ده هنحطه في اعتبارنا لما نيجي نعمل التصميم عشان خاطر السنة ما تبانش إن هي مش طبيعية، تبقى واخدة نفس الشكل ونفس اللون بتاعة السنين اللي جنبيها. عظيم جدا. هنا الخطة مزدوجة، خطة خاصة بالشكل الجمالي وخطة خاصة بالاناتوميكال او الشكل التشريحي والوضعية. بالزبط. صح كده؟ تمام. واضح انه الزراعة انتوا بتبقوا قاعدين يعني تعملوا يعني حاطين في اعتبارات كثيرة امامكم. بالظبط. العضة هنا ليها مهمة قوي. العضة والعظم والجيب الانفي والعصاب، يعني هي برضو الموضوع اصل هو سهل على المريض، بينما هو بالنسبه للدكتور هو نيد ا لوت اوف اكسبيرينس، ومحتاج مش اي حد يقدر ان هو عايز خبرات وباك جراوند علميه، يعني لازم يبقى عنده خلفيه علميه عاليه علشان يقدر ان هو يبقى عارف كل اتجاه ويعرف يقرا الاشعه دي الثلاثيه الابعاد. يعني الاشعه الثلاثيه الابعاد دي ليها طريقه برضه في قرايتها مهمه جدا، ان انت يعني المريض بيجي الاول بيبتدي اول حاجه بيعملها يصور الاشعه الثلاثيه الابعاد. ويجي لنا يعني تبي شخص ونعرف خطته ونعمل 1 2 3 4 شكرا. يجي لنا بعديها تبتدي بقى يبقى احنا عارفين بقى زرعته اتجاهها فين، مجهزين له الاستنت او الحاجه اللي هنعمل من خلالها الزرعه، 1 زرعه 2 3 10 زي ما اتفقنا. تبتدي يقعد بقى تحت ايدينا مثلا كل زرعه تاخد لها 10 دقائق، اقل من 10 دقائق غير قلم من غير اي حاجه غير جراحه، تك 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 تحط ساعتها. بعد الفاصل عندي سؤال ليك مشهور جدا طق في دماغي. في ناس كتير غير متخصصه تقول لك طب ما ازرع هيحصل ايه يعني، ومن زرع حصد ومن زرع وجد، هل ممكن ندخل على اي حاجه يعني ايه اللي هيحصل؟ ده اسناني يا عم وازرع. هو ده سؤالي. والظاهر انه لما قال لي حته جيوب وجيوب ساينس ومش عارف ايه، انا قعدت افكر انه ممكن جدا اللي يزرع لو مش عنده الخبره يعمل كارثه. صح؟ اكيد كارثه. بعد الفاصل نعرف حجم هذه الكارثه ونتابع خطه العلاج مع هدير. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته ثانيه.